يا هلا بالحلوين ابو صهيرة از زي ما تشوفون قدامكم كلب بس بدون جسم، ما ادري ايش يبي هذا صراحة. اول ما نزل ما عجبني يعني، بس اخذت واحد وحطيت عليه بوشن فلاي، فخلونا نروح لعله وعسى. ايش السيرفر ذا في كل مكان العالم، كل واحد يلعب لحاله، كل واحد منتشر ماخذ له زاوية وقاعد يلعب من قبل ابدا التصوير وهم كذا. خلنا اشوف، ما ظنيت ان في احد هنا. طبعا زي ما نشوف يا اخوان، هذا التحديث ما ادري ايش يبي. الكلب هذا ديم، اللي اسمه رويال بالاس اسبانيول، والله ما ادري ايش اسمه الصعب. خلنا اشوف، انا اذكر اني ماخذ واحد. وين راح الكلب؟ هذا هو. اوكي خفت، الله عليك. طبعا الكلب هذا مره ممتاز، عجبني يعني حلو. طبعا هذا السيرفر قد المجنون. انا ليش انت مجنون حبيبي؟ ليش انت مجنون؟ خلني اكتب ليش انت مجنون. كتبت له ليش انت مجنون. طيب يلا، اول تريد الكلب الكيوت هذا، ان شاء الله في مقابل. هذا هو ديم الاحراج. قلت انت ليش مجنون؟ قال لي عيال عرفني هذا. لا يلقى، لا عرفني. الحين وش اقول له؟ يبغى هدية، يبغى هدية. يلقاني بسرعة اتخرفن انا، لا ما اعرف ايش اقول له بالضبط، لكن بعطيه هدية صراحة احرجني يعني. الو دقيقة حبيبي، مو واتساب هذا، دقيقة انا راح اعطيك هدية. وش الهدية؟ ما اعرف ايش اعطيه. اعطيه الرينو، يلا يستاهل ان شاء الله. ما يقول لا ما ابي، لا يلا خذ لك الهدية يا حبيبي، تستاهل يا حبيب القلب. ايش الكيوت هذه؟ عندها جمل، ليش عندك جمل انت؟ ابي اعرف ليش عندك جمل. شوف الجمل وينه، الكيات هذه. خلاص عاد، يلا مناك، يلا. عندها جمل. عيال ايش رايكم اسوي بالجمل؟ ايش رايكم اسوي بالجمل، نيون او ميجا؟ هذا يبغاني اوريه يعني. يلا تستاهل، عيونك احلى رقصة. ديم شوف ايش سيارته. انا ايش عندي يا الله؟ ايوه هذه ديم. اللي عندي احلى ولا اللي عندي احلى؟ ايش تبغين يا حبيبتي؟ راح اعطيك نيون فراشات، عاد انت بكيفك يعني. كله الله يعينك عشان تسوين فيلم نيون يعني، بس عطتني شيء يعني ركوب. اوكي سكرت في وجهي، ما ادري يعني تحسب نفسها هي بس اللي عندها ميجا. يا الله لا تخلوني اطلع لها. يا اخي احب الرقصه هذه، خلنا ادوخ هذه بسرعه. اركبي، لا ما قدرت اشيلها. طيب يلا نستقبل اول تريد نيون. شلون؟
اعطتني نيون اوتر. حلو. طيب عصفور كناري بس عادية ما باكله ما يسوي شيء. عنده 2 نيون والله يا اخي. الاتر حلو والله بس والله مرة اسف يعني. تازمانيان تايجر والله تازمانيان ميجا. لو ان نيون كان اعطيتك يعني معليش يعني ما هو مقابلة هذا. يلا هذه مرة ثانية. لا هذه نفس الشخص سوالي تريد. اوه حطت تشيك. لا تبي تقهرني يا عيال. لا تبي تقهرني. عندي والله ميجا تشيك لكن برضو اسف والله يا اختي. والله اسف. ناتيلا. ايش ناتيلا هذه؟ ناتاليا. اوكي اسم مرة صعب. اسمها مرة صعب هذا. ناتاليا. اوه عندها بيضتها. والله الميجا ضفدع هذا حلو. اسمه بيلي. ايوه يا بيلي. ايش فيك تمشي كذا يا بيلي؟ اوه somebody have mega shadow. somebody got mega shadow. في واحد خش كذا بالميجا شادو. ايش اسمه؟ ماكس. يلا يا ماكس show me. الميجا باد دراجون. يلا يا ماكس تعال. كم هير مان كم اون. لا ليه يا حبيبي ليه؟ ما شاء الله. ايش ما شاء الله ما شاء الله صاروخ. هذه اللي اسمها بوس حلين. تبي تسوي معي ميجا؟ يلا يلا خشي. او ام جي نو 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 والله غبنا. اعطيك نيون اف ان ار مونكي يا حبيبي ليمنوس. يلا مع اني كنت بسوي ميجا لكن ما احب المونكي يعني. ايش في ايش صار هنا بصيرم؟ ايش في ايش اللي صاير انت بصيرم؟ لا كلهم عرفوني اللي في السر. في واحد عنده غراب قاعد يناظر. ليش حبيبي انا قاعد اعطيك نيون مونكي. والله لا طلع لهم. انا خلاص عصبت والله لا طلع لهم الغوريلا. خلاص الغوريلا عصبت هنا. هذا غضب الغوريلا يا حبيبي. طبعا هذه ما هي غوريلا. هذا شو اسمه نسيت القرد والله بس انه خدود كبار القرد هذا. طيب جوت. نا الله ايش الكيات هذا. شوف والله اني حبيت الارنب اكثر واحد. والله اني حبيت الارنب. احب الارنب هذا تصدقون. ايش الفراشة هذه؟ طيب ايش رايك تعطيني الفراشة هذه؟ اعطيك فراشة خضراء مع ان اللي عند الليجندري يعني. يلا نطلع لهم الزيبرا. طبعا زيبرا اسمه حلو للامانة لكن بالعربي اسمه ماشي. حمار وحشي. يعني كيف وحش يعني؟ هل هو متوحش؟ الله كل شيء جولد يعني دايم. ابو صير. لا تكفى لا تقول ابو صيرة. لا حد يقول لي ابو صيرة انا هنا. كيف احبيك؟ والله احبيك. انا كذا صراحة يعني انحرج بسرعة يعني. والله يا اخي ما اقدر يا اخي انا اسف.
انا متابعيك، هو عنده مشكله في حرف الياء للامانه. انا احبيك ومتابعيك، لكن والله اني ما ارده، والله ما ارده. ايش كتب برضه؟ يا لبي يا شيخ، والله لا اطيق. خلاص حيوانات بصيرة كلها راحت، ولكن يستاهلون متابعين. ايش اعطيه يا ترى؟ اعطيه الضفدع؟ ها اعطيه الضفدع؟ لا لا، ما راح اعطيه الضفدع، راح اعطيه شيء حلو ان شاء الله. ايش اعطيك برضه؟ اعطيك رينو؟ لا 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 خلاص، والله مشكلة كلهم في القرون. لا يا القهر، دقيقة دقيقة، اصبر لي اصبر لي. راح اعطيك يا حبيبي نيون سبيرتوث، وخلي الجولد لك يا حبيبي. يلا هذه لك، تستاهل حبيبي هدية. اكتب له يس. يس يا حبيبي انت. طيب والله شكلهم خقوا على الحمار الوحشي. طيب يلا، ايش مقابل؟ ايش لا تكفى تكفى، لا عطني شيء حلو ارجوك ارجوك، شيء حلو. ما ابغى كينج بي ولا هذه ايش؟ هذه كوين بي. اوكي هذه فيه كوين وفيه كينج ماوس. بس يعطيك العافية حبيبي، الله شكرا. خلونا نطلع لهم الفروست، ما ادري احس الفروست فخم مرة شوية كذا، بالذات اذا كان ميجا. ايش في سير فجأة صاروا عرب كذا؟ لا هذه غرتني، ايش اعطيها؟ هي تبي حيوان ميجا. طيب تبي حيوان ميجا، ايش اعطيها؟ ما اعرف ايش اعطيها بالضبط. يلا يلا يا رينسي، بدون يلا بدأ. How megas you have? I show you. أيوة. ما أدري إذا كتبتها صح ولا لا، لكن قال لي كم عندك ميجا يا أبو صيرة، ولكن راح أوري الميجا اللي عندي يا حبيبي. أتمنى لك رحلة سعيدة. طيب آخر شيء أبو ثلاثة رؤوس، رؤوس عفوا، حروف. ما ادري ايش كتب لي بالضبط، ولكن باقي عندي ترى، ما يعني ما خلصت. ما ادري ايش قاعد تقول. لا سني عن قناة، يعني ايش اقول له؟ اقول له ابو سيرب؟ ما في ابو سيرب بالانجليزي. وش اقول له مثلا؟ ما اعرف وش والله اقول. يا حبيبي شوف قاعد يلحقني والله. لا لا وش اقول له؟ اكتب له ابو سيرب؟ وقف
لا ما راح اوقف. شوف العيال هذا بيوقفني. لا خلنا اهرب البيت. قاعد يلحقوني. لا اهرب يا بصير. ام الله واخيرا هربت. سكر البيت سكر البيت. هربت. ايوه رقبتي انكسرت. لا رقبتي. لا خلنا نقعد هنا شوي. بس انا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ما تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم محمد او بصيرة. مع السلامة.